يلا كتب. سجادة طولها يزيد على عرضها بمقدار 2 متر. يعني شنو؟ يعني طولها أكثر من عرضها بشكل متر. ومساحتها شقد؟ 48 متر مربع. جد أبعاد السجادة يعني شنو الأبعاد؟ يعني الطول والعرض. هني قلت جد أبعاد يعني شنو؟ يعني الطول والعرض. أوكي؟ هسه هنا مثل هاي الأسئلة ما أفرض الطول، نفرض العرض. نفرض العرض يعني الطول يزود عليها باثنين. نقول هنا نفرض العرض اكس هو فالطول ايش راح يصير؟ يزيد على طولها ايش قد؟ يزيد على عرضها ايش قد؟ 2 متر. يعني الطول ايش يصير؟ يصير اكس وزايد عليه ايش قد؟ 2. ومساحتها ايش قد؟ 48. ليش هي المساحه منين تجي؟ من الطول في العرض. اقول هنا المساحه تساوي الطول في العرض. فالطول اللي هو اكس زائد 2 والعرض اللي هو اكس والمساحه اللي انطاني اياها ايش قد؟ 48. هاي المعادله لازم افتح الاقواس. اكس بالاكس اكس تربيع. ادخل الاكس على القوس. نعم. والاكس بالاثنين 2 اكس و48 اجيبها مو الى الطرف الايسر حتى اصفر المعادله واحلها بالتجربه. سالب 48 يساوي صفر. هسه نرجع عندنا قوسين يساوي صفر. الاكس وهنا الاكس. الاشارات مثل ما اتفقنا موجب بالموجب موجب بالسالب سالب 48 هو عندك 12 في 4 16 في 3 24 في 2 6 في 8 القى عددين الفرق بيناتهم ايش قد؟ 2. من العددين الفرق بيناتهم 2؟ حاصل ضرب 48 6 في 8 ممكن ان هنا حل بيها 48 قول على 2 بها 24 الفرق بيناتهم 1 على 2 بها 12 12 في 4 وهم الفرق بيناتهم على 2 ايش قد بها؟ بها 6 يعني 6 في ايش قد؟ في 8 والفرق بيناتهم 2. هنا ايش راح نقول؟ 8 في 6 ليش حطيت ال 8 موجب؟ اشارة الاكبر موجب 8 وسالب 6 ينطين موجب 2. على العموم التجربه احنا ما نعبرها الا التحقيق مال التجربه عندي هنا وسطين موجب 8 اكس والطرفين اكس ب 6 سالب 6 اكس سالب 6 اكس اشارة الاكبر موجبه 6 8 ناقص 6 باقي 2 اكس عندي هو الحد الوسط. حققت التجربة هسه أقول أما هنا نكتب أما إكس أما إكس زائد 8 يساوي صفر يؤدي إلى أن الإكس يساوي سالب 8. هذا السالب إحنا ما عندنا طول سالب من يقول سجادة ملعب غرفة مستطيل ما عندنا أطوال سالبة لذلك دائما السالب بهاي المعادلات يهمل. زين او اروح للقوس الثاني الاكس ناقص 6 يساوي 0 يؤدي الى ان الاكس يساوي 6. شنو هذا 6 طلعناه؟ الطول. لا العرض. هذا هو العرض. زين والطول شو يساوي؟ يساوي اكس زائد 2. راح يكون الطول يساوي الاكس هو 6 6 زائد 2 الطول يساوي 8. اذا هي الابعاد بعد من الطول العرض الطول 6 الطول 8 والعرض 6.